لحد الان ما فيش رد فعل. احنا قدمنا الاحتجاج البارح ارسلناه للكاف، لحد الان ما فيش رد فعل. مارش نسكتوا، احنا الاحتجاج هو ما راحش يغير نتيجه المقابله. الاحتجاج هو ما هو الا تنبيه للكاف، حتى المقابلات القادمه راح تكون فيه تحكيم نزيه ويكون فيه مستوى المقابلات المتقدمه ان شاء الله. عندنا في ضربات جزاء غير محتسبه، هذا يرجع الى حكم الفار، تقدير لحكم الفار. ما نتكلموش على المؤامره، ما نتكلموا على حتى شيء، لانه لو نشوفوا المقابله حكم الفار هو اللي ما عيطش الحكم الرئيسي. بطبيعه الحال ان شاء الله ندخلوا مقابله موريتانيا للفوز ان شاء الله. نعم ان شاء الله، اذا تاهلنا ان شاء الله راح نبقاو هنا في بواكي باش ما تنقلوش كوروغو.